منصور، التمريرة مرة أخرى عادت نيلسون إلى رمية التماس، عادت إلى سافي، وصلت إلى مترو، هذا سافيتش بمدينة سعود عبد الحميد، التمريرة إلى الأمام إلى سافيتش، مرور سافيتش، مرور تقدم محسنته، الكرة إلى رمية التماس، عادت إلى سافيتش في وسط الملعب. بالنسبة لهذا النجم، لهذا الكبير في خط الوسط اللي بالنفس إلى ناصر، يا سلام يا سلام إلى سافيتش، عرضية لكنها تعود مسافة بعيدة، مشاها إلى سافيتش، سافيتش إلى البريك عن طريق ناصر والبريك، ومن ثم الجهة اليمنى، شوف الربط وعوامل الربط سلبي ما بين الفريقين، تعادل سلبي ما بين آخر، التمريرة إلى سافيتش، استلام وتسليم، ثم سافيتش في وسط الملعب، الهلال لا يستعجل في اللعب، من أمام محمد زايد، التمريرة على طقيه اللاعب ميتروفيتش، الكرة وصلت باتجاه سغل والأدفانتج موجود، الكرة الأخيرة في الشوط الأول، الكرة الأخيرة يا سافيتش، وبالكويكبي وعبد الفتاح آدم، هذه تشكيلة الفريق الذي يغيب عنه سعد الناصر ويغيب عنه أيضا اللاعب لم يفز على الهلال إلا في مرة وحيدة، وكما أسلفت الذكر كانت من أمام التعاون، كرة ملعوبة إلى الأمام، هو من يتواجد الآن في الجهة اليسرى مع ناصر مع مالكم، الكرة اللي من ألحق بالهلال أول خسارة، أنا من فعل ذلك، أنا من قدم هذا الأمر وفعل هذا الفيحة والاتفاق في مبارياته الأربع المتبقية. إصابة كانت على الرباط الصليبي في الموسم، تدخل، يا سلام يا سلام يا الله لحجم ما قدم ميشيل، والتمرير آخر في شباك الوحدة أيضا في الدوري، النقلات الهلالية الآن، الهلال من أجل الضربة الثالثة هنا، لأن سافيتش هنا، لأن كرة طويلة إلى اللاجمة لهذا الهلال الذي من الصعب أن يهدر كل هذا الفارق الكبير من النقاط، أدخلها إلى سافي ينطلق فيها، الكرة لمصلحة الهلال، لمصلحة الهلال، لم تصل لكنها لا زالت مع سافيتش يتلاعب، عرضية عرضية يا الله، ويترك مكانه أيضا اللاعب الآخر، هذا سافيتش الذي لن تجده.